السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو آخر من الكورس ديال الجافا سكريبت. في هذا الفيديو هذا بغينا نجرب واحد التمرين اللي غادي يكون شامل على الأرايز. مزيان التمرين ديالنا كيقول التالي، قالك لدينا شركة ناشئة، الربح الذي حققته في شهر واحد هو 4000 درهم. يعني عندنا واحد الكومباني، يعني عندنا واحد الشركة الربح ديالها اللي حققت في هذا الشهر هو 40000 درهم. مزيان، يعني هادشي هي اول معلومه عندنا. يعني خصنا ندير واحد الفاريبل نخزنو فيه البروفيت ديال هاد الشركه. يعني سير بحال هكا، يعني غادي يمشي مع التميم شويه بشويه. غنقول لي مثلا ليت، غنقول لي بروفيت، يعني البروفيت ديال هاد الشركه شحال قلنا؟ قلنا هو 40000 درهم. مزيان، قال لك هذه الشركة يشتغل فيها 7 موظفين، يعني هذه الشركة فيها 7 الناس. قال لك رواتب الموظفين، قال لك الموظف الاول كيشد 2500 درهم، والموظف الثاني تيشد 2000 درهم، والثالث تيشد 3000 درهم، الرابع تيشد 4000 درهم، الخامس كيشد 2000 درهم. مزيان، يعني هنا عندنا واحد المجموعه ديال الرواتب، واخر واحد كيجي 3000 درهم، والسادس كيجي 3500 درهم. يعني هادو عباره عن الرواتب، يعني السالاريز، يعني هادو كاملين هاد القيم هادو فين خزنا، فين خصنا نخزنوهم؟ خصنا نخزنوهم في وسط الاراي. يعني غادي نجيبو هذا هنايا باش ننقلو منه القيم ديالنا. مزيان، يعني غادي نمشيو لهنايا باش نصغرو هذا الشيء باين لينا. مزيان، قلنا غادي نديرو كونس سالاريس. مزيان، سالاريس غادي نقول واحد الاري، قلنا الاول 2500 درهم. مزيان، عندنا الثاني شحال قلنا؟ 2000 درهم. مزيان، قلنا الثالث عندنا 3000 درهم. مزيان، الرابع 4000 درهم. شنو باقي؟ باقي لنا الخامس 2000 درهم، باقي لنا السادس 3500 درهم. مزيان، باقي لنا السابع اللي هو اخر واحد هو 3000 درهم. مزيان، احنا نشأنا الراي فيها الرواتب ديال الموظفين. مزيان، اش نكملو التمرين ديالنا؟ قال لك احسب الربح الصافي للشركة بعد دفع رواتب الموظفين الذين يشتغلون في الشركة. يعني شنو خصنا، شنو قصد لك؟ يعني من بعد ما خلصنا هاد الموظفين شحال بقى ليا؟ يعني هاد الموظفين صافي تهنيت منهم، يعني خلصتهم، شحال بقى ليا تاع الفلوس؟ يعني شنو خصنا نديرو؟ هو خصنا بعد هاد الرواتب هادو كاملين نجمعو، يعني الريزولتا ديالهم، يعني شحال هو المجموع ديالهم. واش غادي نديرو؟ غادي نشدوه وغادي نطرحوه من الربح لربح هاد الشركة، واش أننا نعرفو شحال بقى لينا تاع الربح الصافي. مزيان، يعني شنو هي الحاجة اللي تقدر دير؟ اش هي الحاجه اللي تقدر تجي دابا نتايا؟ هو انه تقدر، يعني الحاجه السهله اللي تقدر تضبط لك انت في البلان مع، قلنا اش قلنا في الار الا بغينا نعيطوا على واحد العنصر، هو اننا كنكتبوا براكيت وكنديروا الاندكس ديالنا وكنديروا هكا. يعني شنو غدير؟ اجي بعدا نحسبوا كونس مثلا مجموع مثلا ريزلت سالاريز. يعني الا بغينا نحسبوا ريزلت سالاريز شنو خصني ندير؟ خصني نقول ليه سالاري، نقول ليه سالاري. مزيان، سالاريز، ونقول ليه جيب لي العنصر واحد وزيدو مع العنصر جوج. مزيان، يعني مع العنصر جوج اللي هو الاندكس ديالو واحد، واجي نطبعو هاد الريزلت ونشوفو الطريقة معدبة وبزاف. يعني خصك كل مرة تعاود الاندكس. حنايا تعلمنا كيفاش نديرو فور لوب باش مع الاراي، وهي اللي غادي نخدمو. اجيو نشوفو دابا، اجيو نشوفو الكونسول ديالنا، نشوف واش غيطلع لينا هادشي تاع الدرس اللي فايت. نديرو هاكا، سالاريز از نوت ديفايند، سالاريز. مزيان، هانتوما قال ليا ان 2000 درهم زائد 2500 درهم زائد 2000 درهم كيساوي 4500 درهم. يعني الا باش المجموع تاع هادشي كامل هو انه خصك تبقى تقول ليه هذا، يعني خصك تشد هذا الانجكس 0 0 زائد هذا الانجكس 0 1 زائد الانجكس 0 3، هذا 2 3 4 5 6، واش يعطيك المجموع ديال هاد الارقام كاملين. علاش حنا بنبقاو تنديرو هكا؟
وكاينه طريقه احسن يعني كم دابا انا بقيت ندير انايا زائد تاني واحد السالاريز ونقول ليه تاني جوج، ونجي تاني نقول ليه زائد واحد السالاريز ونقول ليه تاني ثلاثه ونبقى غادي. واش انايا فيا اللي بدا؟ ما تخيل معايا عندك 70,000 سالاريز، واش بنبقى نكتب كل واحد بوحده؟ لا ما جاتش. يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو، غادي نشدو هاد الفاريبل وغادي نقول ليه القيمه ديالك زيرو. نجيو هنايا ليت، يعني القيمه ديالك زيرو. غادي ندير واحد الفور لوب، الفور لوب اش غادي نقول ليه؟ الاي كيساوي زيرو. علاش غادي نقول ليه تيساوي زيرو؟ واش يبدا لينا من الاندكس، يعني قلنا ان اللينكت كبر من الاندكس بواحد، مزيان لحد الان مزيان. غنقول ليه صال اي مزيان، غنقول ليه هاد الاي صغر من سالاريز اللي تعلمنا في الاول درس ديال سميتو ديال الاري دوت لينكت، يعني من الطول ديالها. بما ان الطول اجي نحسبو الطول، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وبما أن سبعة ونقص منه واحد غيعطينا ستة، يعني ستة ناقص سبعة يعني الشوط تاعنا غيتحقق. مزيان. دابا غادي نجي نقول ليه اي بلس بلس، يعني في كل لفة، يعني في كل دورة زيد لهاد اي واحد. في الدورة الأولى غيكون زيرو، الدورة الثانية غيزيد ليه واحد، في الدورة الثالثة غيزيد ليه ثلاثة، وغيبقى غادي تيوصل لستة. وبما أن ستة صغر من سبعة يعني تتحقق الشوط، يعني انه غيخرج من الفور لوب ديالك. اشنو غادي نقول ليه انايا؟ نقول ليه غادي تشد لي هاد الريزولت سالاريز، غتقول ليه سالاريز سالا هنا غلط سالاريز مزيان. نقول ليه شد لي هاد الريزولت سالاريز ونقول ليه زائد يساوي اش، يعني دابا هو صفر، غادي نقول ليه زائد يساوي سالاريز. عندهم كما غتلاحظوا سالاريز هنايا غادي نقول ليه اي، يعني شنو كان يعني انه غيجي شكون هو الانديكس ديالو؟ شوفوا ركزوا، شكون هو الانديكس ديالو؟ 2500 هو هذا. مزيان، هنا قلنا صفر، صفر زائد يساوي 2500 هذا غيولي 2500. مشيو بالقادقه، وغادي يجي ثاني زائد يساوي، غادي هاد اي ما غاتوليش صفر، غاتولي واحد زائد يساوي 2000. مزيان، يساوي 4500، يعني هذا راه ولا تساوي 4500 زائد يساوي شحال؟ يساوي 3000، وغيبقى غاجي هكا تيدور تيدور تيحقق الشوط ديالنا. يعني كل مره كيزيد قيمه للقيمه القديمه اللي خزنا في هذا الريزولت سالاريز. مزيان، اجيو دابا نطبعو، نقول لك كونسول، يعني ملي تحقق الشوط خرج من اللوب وطبع ليا هذا. اجيو نشوفو دابا شحال بقى، هانتوما يعني 20,000 درهم، يعني 20,000 درهم غتمشي لينا هي فاش؟ هي في الخلصة ديال الموظفين، يعني داكشي باش ملي نخلصو الموظفين هو 20,000 درهم. اجيو نشدو كالكيلاتيس ديالنا ونبداو نحسبو، اجيو نقول ليه مثلا نشوفو هادشي واش صحيح، نقول ليه 2500 درهم زائد 2000 درهم زائد 3000 درهم زائد 4000 درهم مزيان زائد 2000 درهم زائد 3500 درهم. شتي كيما عندو بكالكيلاتيس، ولكن من عندنا بالجافا سكريبت دغيا. هانتوما نفس الريزولت، هانتوما واش تعرفوا القيمة تاع انك تضعف واحد لغة برمجة؟ ما تحتاجش باقي تعذب، انها كتسهل لك حياتك، وانه ماشي انك غتبروغرامي بها، وحتى من ناحية انك الا بغيتي تحسب شي حاجة، ولا من ناحية انك بغيتي دير واحد الحاجه اللي فيها بزاف ديال الكتابه، انك ديرها بجوج الصوره في البروغراماسيون وانك تهني راسك. مزيان، يعني اش بغيت نوصل لكم هو ان البرمجه راه كتسهل لك حياتك. هاي 20,000 درهم دابا شنو؟ دابا الموظفين خرجت لينا ب 20,000 درهم. مزيان، دابا هاد 20,000 درهم اش خصنا نجيو لها؟ نقصوها من البروفيت، واش نعرفوا شحال بقى في البروفيت ديال الشركه. مزيان، دابا هاجي هي، اجي نجيو لكم كاتين هنايا سالاريز، هادو هي السالاريز زائد. مزيان، يعني هادو كاملين هي سالاريز ميسينغ، نسيت شي حاجة ارغيم هنا في خصني ندير زائد. مزيان، دابا هادو السالاريز. تخيل معايا اللي بغيت نجي لهنايا، اجي نوريكم تاني البرمجة كتسهل لك حياتك. تخيل معايا بغيت نجي البرمجة ونجي لهنايا واحد الشرطات، يعني شنو الحاجه اللي تقدر تدور لك انت في البال؟ هو انه تجي كونسول دوت لوغ اش جي اكود بقات الشروط نتاعي يعني. لا انا بغيت نخدم بالميثود اللي تعلمنا في سترينغ، يعني التمرين قلنا بيكون شامل. شوف غتقول لي هاد الشرطه
اش تعلمنا؟ تعلمنا واحد الميثود سميتها ريبيت. ها انتم هتقول لي ريبيت يا ريا مثلا 15 مره. ها انتم شوفوا بالسطر واحد غيجي داك الشيء اللي كنت انا غنتعذب فيها يعني 15 مره. ما عجبتك 15 مره قولي 20 مره مزيان. دابا شنو خصنا باقي؟ اجي نقول 18 مره يعني شتو البرمجه اللي كتسهل لك حياتك مزيان. اجي نقول لي، اجي نقول لي مثلا اش غادي نقول لي دابا انا؟ قال لك انه اجي نرجع ل 80 جنيه. اش قال لك؟ قال لك احسب الربح الصافي للشركه بعد دفع رواتب الموظفين. يعني مين خلصنا الموظفين خصني نحسب دابا شحال بقى ليا. يعني غادي نقول لي البروفيت ناقص هادشي اللي خرجنا هنايا. يعني غادي نقول لي واحد، نقول لي مثلا واحد الليت ماي بروفيت، مثلا ماي بروفيت يعني انا بحال قلت انا هو الكومباني، يعني ماي بروفيت يعني البروفيت ديالي. غنقول لي البروفيت ناقص اش؟ ناقص الريزلت سالاري. يعني دابا تعني انا مال الموظفين. دابا اجي نشوفوا شحال بقى لينا حنايا. حنايا مولشي غنقول لي كونسول دوت لوغ مثلا، نقول لي مثلا ماي بروفيت از مثلا، نقول لي زائد ماي بروفيت نجي هنايا سيمي كولون واجي نشوفوا شحال بقى لينا. ها انتم السالاريز خرجت فيهم 20000، ماي بروفيت از 20000. علاش؟ حيت 4000. ها انتم تاني مشاو الكالكيلاتيس تاني ما كنتي كتيق في الجافا سكريبت. ها انتم ناقص 20000. لا يا ربي 40000 ناقص 20000. ها انتم كما كتلاحظوا انها نفس النتيجة. وبهكا كنكونوا سالينا التمرين ديالنا، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ونتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله او درس اخر ان شاء الله.